لكل متابعي موقع فوشيا رح خبركم اليوم كم نصيحة لكل السيدات يلي بيعانوا من مشكلة الدهون على منطقة البطن والخصر، وهيدا يعني هيدا الشغلة الشائعة هلا بأغلب السيدات بيعانوا منها لهالمشكلة، وبيواجهوا مشكلة أصعب وقتها بدو يجوا ليلبسوا بالأوتفيتس تبعهم بالمناسبات، بيعملوا المستحيل كمان يخبوا هيدي المنطقة. رح أعطي كم نصيحة اليوم كرمال نتجنب هيدا الديفو اللي موجود بأغلب الأجسام عند النساء. أول شيء المطلوب إنه ننبش على المحل الحلو بالجسم ونبرزه كرمال نلهي العين إنها تكون عم تتفرج على المنطقة اللي فيها ديفو أو فيها شيء غلط، يلي هي البطن بهيدي الحالة اللي عم نحكي فيها. إذا كان عندنا شرحة صدر حلوة فينا نكون شوي عم نوسع الفتحة على الصدر، ويكون مخصور للدراس أو التوب أو اللي الأوتفيتس اللي لابسينه مخصور من تحت الصدر وبيجي فلو على منطقة البطن. كمان الكمام، كل ما كانوا الكمام واسعين وشوي نازلين اكثر يعني مفلتين من الايد، وقت بيجتمعوا مع البطن بيضيعوا الفيو، بصير كله موصول ببعضه. سو هيدي شغله ثانيه كمان فينا نكون عم نلبسها. نصيحتي لك انه تلبسي لون اونيفي يعني اوموجين يكون على منطقه البطن كرمال ما نعجقها بالالوان وتصير على العين تركز اكثر على المحل اللي نحن ما بدنا اياه انها تشوفه. سو بفضل على منطقه البطن يكون اللون موحد وما يكون كثير فيه شغل او شك او زخرف او الوان فاتة ببعضها، وفينا نغير يعني نعجق الالوان او نفوت الخليط الالوان والشك والشغل على منطقه الصدر او الكتاف او البنطلون او التنوره اللي نحن لابسينها.